السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا قلنا ان احنا هنطلع لايف كمان ساعة، كان الساعة 3 دلوقتي الساعة 4 بتوقيت مصر، عشان بس ايه ناس كتير الفترة اللي فاتت طلبت ان احنا نطلع لايف، فطلعنا لايف. يلا بقى عايزين اسئلة، نزل بس دقيقة كده الناس تجمع. الصوت كويس الصوت وحش؟ حد بس دخل كده يقول لنا اي حاجة. ولو في حد حابب برضو يطلع عنده سؤال مش عارف يكتبه مثلا وعايز يدخل في اللايف يسأل، ما عنديش مشكلة عادي، المكان مكانكم. شوفوا بس كده الناس تجتمع، واللي عنده اي استفسار او اي سؤال خاص بالورشة بالكورس بالمتابعة انا معاكم اهوت لمدة نص ساعة ان شاء الله. الصوت كويس؟ طيب حبيبي يا محمود الصوت ظاهر عندك كويس. احنا من زمان تقريبا بقى بتاع 5 شهور تقريبا ما طلعناش لايف، بس بتابع على الجروب على التليجرام وبرد عليكم في ريكوردات. بس احنا قلنا نجمع كده الناس في لايف لو في حد عنده حاجة حابب يسأل، ولا الناس نايمة اصلا والصيام مقصر مش عارف. حد يأكد طيب ان الصوت كويس. يعني انا طلعت لايف اهو، قلت قبلها بساعة ان انا طالع لايف يعني عشان الناس تجمع لو في حد عنده سؤال يسأل. زي الفل. طيب خلاص تمام الصوت كويس، نستنى بس 5 الناس تبدأ تيجي ونشوف برضو اللي حابب يسأل في حاجة أو يتكلم في حاجة. وزي ما قلت لكم لو حد عنده سؤال ما هوش عارف يكتبه وحابب يدخل يقوله فويس يدخل يبعت لي بس وأنا هدخله معايا في اللايف. هو كان في بس شوية أسئلة كده اتسألت على التليجرام، ممكن نقعد نتناقش في اللي أنا فاكره منها، ولو في حد عنده سؤال ممكن برضو يبقى يسأل. كان في سؤال تقريبا عن عزوم الكاميرات، كان في مهندس رافعها كانت ظاهرة عنده العزم السالب مثلا، العزم النيجاتيف كان طالع في أول العمود وآخر العمود مش طالع في السنتر بتاع السبورت، فهو كان بيسأل يعملها ازاي وايه الصح. هو عموما خد بالك هي الأصح هندسيا، وأنا شفت المهندس هو كان رد عليك قال لك هتبقى خط واحد، لا هو الأصح إن الكاميرا تتقسم. تمام معلش يا محمود فلتت منك دي ليه بقى؟ لان هو المفروض اصلا عند الركيزه اللي يقاوم عزم زي كده العمود مش الكاميرا. تمام فبعد وش الركيزه اللي هي العمود يبدا الكاميرا تشتغل معاك، فانت المفروض تاخد النيجاتيف من عند وش الركيزه زي ما بتيجي تصمم القواعد كده، بتصمم القواعد بتاخد العزم من عند وش العمود، واخد بالك؟ هي نفس الكونسبت يعني. طيب هي انت لو حابب تظهرها في يمين وشمال الركيزه بتقسم الكاميرا اللي عندك، بتعمل لها ديفايد انها تتقسم عند الجوينتات، وبعد كده بتروح تدخل من اند لينس اوفست اساين فريم اند لينس اوفست، وبتخلي الريجيد زوم ب 5/10، بتلاقي ان هو اصلا خلاص خد تاثير السبورت في الاعتبار وبيبدا يظهر لك العزوم من وش الركيزه. مهندس هاني وانت بالف صحه وسلامه، مبارك عليك ال10 الاواخر. بس ف ده لو انت حابب تظهر العزوم بطريقه اللي هي المفروض ده الصح انك تظهر من وش الركيزه. طب الكريتيكال تاخده؟ لا الكريتيكال تاخده سبورت، لان هو بالطبع هيطلع في منتصف الركيزه مش زي ما هيطلع عند وش الركيزه، هيبقى اكبر في اللي هو في المنتصف. تمام فاحنا تسهيلا على الناس بنشتغل ان الكاميرا تبقى لاين واحد، في نفس الوقت ده بيبقى اسهل ليك في الشغل، اسهل ليك في الدي اكس اف، ما تقعدش تقسم كل كاميرا عند التقاطع بتاخد وقت شويه، وكعزوم هتبقى كريتيكال اكتر ليك، فانت هتبقى شغال برضو على الحاله الورست كيس. تمام فبس لو على الصح هندسيا والكلام ده، لا المفروض انك تقسم الكاميرا عند السبورتات، والمفروض الديزاين بتاع الايتابس ساعتها هيطلع لك كل كاميرا الديزاين بتاعها سفلي وعلوي، والعزوم هتطلع عند وش الركايز من طريق اللي هو الاساين فريم اند لينس اوفس. ده كان سؤال حبينا برضو نستفيد فيه هنا بدل ما ايه نرد عليه كتاب. كان في برضو معانا مخطط كنا شغالين فيه من يومين او امبارح تقريبا، كان في بس حاجه كده في تقرير التربه كانت مبوظه الدنيا معانا، يعني انت بتلاشى في الاخر خالص يعني. يعني هو طبعا انت لما بتيجي تدخل مثلا تصمم القواعد بالاكسل شيت، المساحه اللي بتجي لك دي اللي هو الضغط بيساوي قوه على مساحه اللي هي المعادله الموجوده في الاكسل شيت، انت لما بتاخد المساحه دي تدخلها البرنامج السيف
بتلاقي يعني المساحه عايزه تزيد شويه في برنامج السيف، بفرق ان في اختلافات ده طريقه مثلا تقريبا، لكن تاني شغال في يونايتد اليمنت والكلام ده، بس ما بتبقاش مثلا من فرق كبير، تلاقي مثلا القاعده زايده 20 سم 25 سم حاجات زي كده. فتقرير التربه كان جاي السول سب جريد مودلز بتاعه كان جاي 300,000 كيلو نيوتن على المتر المكعب. فطبعا انا يعني ده نحولها لطن تبقى 30,000 طن على المتر المكعب، ده السول سب جريد مودلز. طبعا ده رقم كبير جدا يعني انت فاهم، وانا للاسف يعني خليت المهندس اللي شغال معايا حط القيمه دي من غير برضو ما انا اركز فيها صيام بقى وكده. فكانت في بعض القواعد مش مسيفه، وكانت في قاعده بقى هي لفتت الانتباه، القاعده دي كان عليها 240 طن، اتحط لها قاعده تشيل لحد 560 طن عشان تسيف. فكان الرقم فاهم، الرقم كان كبير، ورقم كان فارق، في فرق 560 طن والقاعده اصلا تشيل 240 طن. فكان في حاجه مش مظبوطه انت فاهم، عمال تكبر في القاعده وفي حاجه مش مظبوطه. فين وفين بقى يعني واحد هو بيراجع كده، لان اصلا تقرير التربه جاي فيه معامل رد فعل التربه زياده صفر، فالناس بس تبقى واخده بالها من الموضوع ده. يعني لا، هي تبقى 3000 مش 30000، انت لما تدخل السورس هاب بالمناسبه ب 3000 والبريك كاباستي كان 2، هتلاقي لا القاعده كانت مسيفه عادي وقريبه جدا من المساحه اللي كانت طالعه من الاكسل شيت تقريبا، مش ما كانتش زي اللي هي المساحه الكبيره دي. فدي برضو حاجه كانت حصلت معانا امبارح، فقلنا برضو ننبه الناس عنها بحيث لو انت تعرضت لنفس الموقف تبقى واخد بالك بس من معامل رد فعل التربه، بيفرق جدا معاك في البرنامج السيف. طب هو انا اشتغل قواعد سيف ولا اكسل؟ اهلا بيك يا مهندس حماد، انت تشتغل قواعد سيف ولا اكسل؟ بص، هو الاسهل انك والاسرع تشتغل اكسل، مفيش مش ده مفيش مفر منه، بس ملاذ بقت بتطلب الفتره الاخيره في النوتة الحسابيه يكون موجود الهبوط التفاضلي اللي بتاعك. والناس كتير برضو سالت على السؤال ده، ازاي اطلع اصلا قيمه الهبوط من برنامج السيف. انت التقرير التربه لما بيجي لك الهبوط المسموح به في القواعد كام ملي، تمام؟ والكلام ده علشان تعمله لو انت عندك اكسل شيت بيحسبها، فانت المفروض تروح تحسبها قاعده، فده هيبقى مشكله وقت كتير. فاحنا برضو بندور على الحاجه الاسرع، ففي الحاله دي هتضطر تشتغلها سيف، لان ده هيكون الحل الاسرع ليك. طيب بجيبها ازاي من السيف؟ انا بجيب من الديفورمد شيب، شفت لما بنيجي نسال الديفليكشن هي نفس الكلام، بجيب الديفورمد شيب نتيجه الحاله الوركينج اللي عندك على القواعد، وهتظهر لك الهبوط اللي عندك كام ملي، وتشوف هنا كام ملي وفي التقرير كام ملي، وتقارنهم ببعض، وهتلاقي دايما اغلب الشغل يعني بتبقى ما صدفتش ان هي طلعت اكبر، يعني لان التربه هناك كويسه مش وحشه، الا منطقه اسمها جازان عند شواطئ وكده، دي اللي فعلا اللي قابلت التربه بتاعها بتبقى ضايعه، بتجيب اجهاد مثلا 75% ما جابتش الواحد، يعني في تربة في مصر بتبقى احسن منها. فالمنطقه دي تخلي بالك، لو انت شغال في اماكن زي كده تخلي بالك منها بس. اما باقي المملكه لما اشتغلنا معاهم لا، ما شفناش الموضوع ده كتير يعني. وبتلاقي غالبا زي ما بقول لك ان الهبوط بتاع اللي طالع من السيف بيبقى اقل دايما من الهبوط اللي موجود في تقرير التربه، بس هو بيحتاج بس ايه الشركة ميزة انها تطمن. النقطة التانية اللي كانوا بيأكدوا عليها في مخططات الرياض، لو اغلب الناس يعني شغال مع الرياض، كنا حاطين سرعة الرياح 110، هو راجع قال لك لا خليها 114 عشان هي 50 في 2 و2، فانت بتتكلم ان هم كده من متر في ثانية لميل في ساعة تطلع معاك حوالي تقريبا 114. فانت برضه تاخد بالك ان عامل السرعة او السرعة بتاعت الرياح تكون 114 لو انت شغال مع مخططات الرياض. يعني شركة ملاذ الفترة الأخيرة لما بدأت تطلع كومنتات وكده، كانت دي أبرز الحاجات، يعني الستلمنت بتاع القواعد بتطلعه إزاي وتجيبه من السيف، سرعة الرياح، اللاترال لود بيبقى كده كده داخل بتاع الزلازل، هو بس كان طالب ليه 1%، ليه حطيتها 1%، فأنت حطينا كذا صورة كده إن إحنا عندنا الإس إس في الرياض تقريبا كانت من 2 ل 5%، فهي كده كده أقل من 15%، والكود الاس بي سي 1101 او الاس بي سي 304 ايا كان فيهم، الاثنين بينص لو انت عندك ال ريسبونس فيكتور اكسلريشن اللي هو الشورت اللي هو الاس اس، لو اقل من 15% بتروح تشتغل ديزاين عندك ديزاين كاتيجوري A، تمام؟ طب كاتيجوري A ده لو انت جيت برضو كملت في الكود زي ما كنا شارحين في الورشه، هتلاقي ان الكاتيجوري A ده بيقول لك ان انت بتشتغل مينيمم لاترال لود، فالرياض تعتبر منطقه صفر زلزاليا، الكاتيجوري A فبتشتغله 1% من الماس سورس، والماس سورس هي توتال ديد لود، تمام؟ انت بقى المفروض بتقول له الكلام ده في النوته، بتوضحه له بسكرينات شوت كده من الكود. طب الناس اللي معاش الكود، احنا ملف البي دي اف اللي احنا عملناه ديزاين كاتيجوري A تقدر تاخد منه السكرينات دي وتحطها عندك في النوته لو انت ما انتش شاري الكود، تمام؟ دي تقدر تساعدك فيها برضو. دي اهم الحاجات عشان بس الناس اللي شغاله وبتقدم لملاذ نوتة حسابيه وكده تبقى واخده بالها من الكلام ده عشان ما تروحش وترجع، يعني تبقى انت عارف الدنيا من الاول ماشيه ازاي.
يبقى بس عشان الناس لسه داخله معانا نعيد تاني بس الكلام سريعا، يعني بتاعت النقطة اللي احنا اتكلمنا فيهم سريعا كده عشان بس الناس تبقى مجمعه معانا، الناس لسه داخله بس. اول نقطه اتكلمنا فيها كان ال كان قول معايا اول نقطه الصيام عامل شغل. اول نقطه اتكلمنا فيها هي الكاميرات والديزاين النيجاتيف العزم اللي عليها. قلنا ان الصح المفروض ان الكاميرا يتقسم وان العزم يتاخد من وش الركيزه، وده الاقتصادي اكتر، لكن احنا للتسهيل ولل الحل الاسرع لو انت مزنوق تشتغل عادي الكاميرا لاين واحد وتاخد العزم من من سنتر السبورت، ده بيكون اصلا هو اقصى نيجاتيف مومنت اصلا تشتغل عليه، وهو بيكون اكبر شويه من اللي يطلع من عند وش الركيزه، تمام؟ بس هو الصح انك تاخد من وش الركيزه، لو انت معاك وقت اعملها، معاكش الطريقه التانيه تمشي معاك، وهتديك زي ما بقول لك ورست كيسي او كريتيكال اكتر. النقطه الثانيه اتكلمنا فيها بتاعه السول سب جريد مودلس اللي بتدخله للاواعي، تاخد بالك من تقرير التربه اللي جاي لك، شوف الارقام، لان انا بقول لك هي زياده صفر واحده بس خلت القاعده بدل ما كانت شايله 240 طن شالت 560 طن. فطبعا هو المهندس برضو اللي كان بيراجع معانا قال لي القاعده يعني كبيره، لا القاعده كبيره كانت 65 في 4 في 4 ونص، كانت قاعده تمام قاعده كبيره العمود يعني. فهي بس ايه تبقى واخد بالك من معامل رد فعل التربه الموجود في تقرير التربه، لان زي ما قلت لك هو كان صفر زياده بس هو اللي كان خارب الدنيا خالص يعني، فانت تراجع يعني فاهم. هي ممكن المهندس هو بيكتبها غلط في صفر زياده، فانت ايه ما تمشيش وراه عمياني يعني. هي بس 3000 بدل 30000، هي بتجي لك كده يا اما 3000 كيلو نيوتن طن على المتر المكعب او 30000 كيلو نيوتن، هي كانت جايه لنا بقى 300000 كيلو نيوتن، فادتنا 30000 طن. طبعا ده رقم هيخلي لو قاعد عندك مش مزيف اغلبها يعني. دي نقطة. النقطة التانية السيستم اللي انت بتجيبه ازاي من القواعد، زي ما قلنا شرحناه، والناس ممكن تبقى ترجع لأول اللايف، وايه الحاجات اللي الناس بتركز عليها اللي هو السيتلمنت وقارنه بالجالك من تقرير التربة، وسرعة الرياح 114، اللاتر لوب بتاع الزلازل في الرياض ليه 1%، قلنا الكلام ده بنجيبه برضه منين، والسكرينات موجودة في الملف اللي اسمه سامري اس بي سي 1101 موجودة فيه، وملف الزلازل اللي هو كاتيجوري ايه برضه موجودة فيه. دي اهم النقاط اللي تركز عليها في النوت الحسابيه بتاعتك. والجرافيتي لود برضو بيسالوا عليها، فانت تبقى انت برضو ظاهرها له، انت واخد ديد لاين ديد بكام ولايف بكام والوول لود بكام. بمناسبه الوول لود، في حد من حبايبنا سالنا امبارح كان عنده سؤال في فلات سلاب، قال لك ادخل الحمل الحوايط حمل خطي ولا حمل موزع يعني على المتر المربع. هو انا بصراحه بميل لو انت ده منشأ مش تجاري يعني، هيبقى مثلا عماير او سكني وهو غالبا مش هيغير في الجدران، اشتغل لاين لود، ده بيكون افضل حل. لكن انت لو من انت بتبقى عارف طبيعه الناس اللي بتشتغل معاك يعني، لكن لو ده مثلا هيجي في يوم من الايام لا يشيل الجدران، لا يحط جدران، لا يزود، ممكن يشيل اصلا جدران يحطه هنا، فانت في الحاله دي هتكون مامن نفسك بموضوع انك توزع حمل الجدار، يبقى اريا لود على البلاط، تمام؟ طيب الكود السعودي بشرط الكنات 10 مللي، المهندس احمد منصور الاول كل سنه طيب، وانت بصحه وسلامه. بص الكود السعودي الكنات بتاعت الاعمده 10، دي واضحه وصريحه تمام، هي والشدادات. بالنسبه للبيم، البيم فيها يعني فيها حاجات، فيها 8 وفيها 10، وال8 ليه شروط وال10 ليه شروط، يعني قصه كبيره كده ما ينفعش تتقال في قيمتين، بس في 8 مسموح في الكود للكاميرات، وفي برضو 10 للكاميرات وبس. انت غالبا يعني ابرز نقطه لو انت عندك ترانسفير بيم، لو عندك قطاع كاميرا دبل رينفورسد استخدم فيه كانت 10، الباقي ده ممكن يعني من تحت لتحت بالحب كده ممكن تمشي الدنيا 8، وانا ما قلتلكش حاجه تمام، لان للاسف اغلب المكاتب بقت شغاله كده، فبيجي الملك يقول لك ده مكتب فلان مديني كانت 8 انت ايه بتعمل، فالدنيا رجعت بدات ترجع زي الاول للاسف، وطبعا ما فيش رقابه حدش بيراقب، فالدنيا بدات تفهم في خطوات كده، زي ما كنا بادئين العمود 25 ورجع بقى 20 من الكود، فالدنيا بتبدا ترجع شويه، بس انت حاول تشوف انت سيستم امورك يعني، بس هو اصلا للكود زي ما قلت لك يعني. ده بالنسبه لموضوع الكنات مهندس احمد منصور. لو في حد تاني عنده سؤال احنا 10 دقايق وهنقفل لو محدش سال. شوف بس لو في حد ناس هتكبر على التليجرام يقولوا لنا كده اسئلتهم هنا. بالنسبه بس يا شباب للباسورد، صحيح الناس اللي بتشتري الجديد والباسورد، الباسورد يعني هو مدته 24 ساعه مثلا، واخد بالك مشكله في رمضان الدوامات مش معايا يعني فاهم، دوامات متلخبطه، فانت اديني من يوم ليوم ونص بالكتير هيكون عندك الباسورد. انا ببقى ما برضاش افتح بس الرساله علشان ايه تبقى ظاهره عندي انها ما فتحتش، فانا لما افتح الاقيه بس، لكن انا مش ببقى ناسي والله. مهندس اسامه لبنان واهل لبنان حبيبي منور العريس لله،
مبارك عليك ان شاء الله. حاول برضه افتكر معاكم كان في حد سأل على التليجرام سؤال كنت انا ناوي اجاوبه هنا ونسيت والله. طبعا احنا انت في المخططات في الموديل برضه كان لي كذا موديل كده كنت براجعه. يا جماعه الدرج بترسم البلاطه بتاعته، ما بتعملوش فراغ. ليه؟ انا بقولكش اعمله 3 دي وعذب نفسك وبتاع، وانا قلت لك حله بره وحط، يعني انت عندك يا تحل بره وتحط الحمل عليه بتاع الكاميرات. المهم ان انا عايز وزن الدرج يبقى موجود عشان يدخل معايا في الماس سورس بتاعت المونش. لما يبقى عندي مثلا فيلا فيها ثلاث درجات او اتنين او اتنين درج وانت شايل البلاطه، طب ما دول ليهم وزن انت شايلته من الماس سورس، طب ليه؟ انت حط على الاقل بلاطه بسمكه فاهم، بحيث وزنه يدخل معانا بس في تاثير الماس سورس. دي نقطه. النقطة التانية الركائز بتبقى فيكسد مش هنج، انت شغال لاترال لود فانت خلاص خلي الركائز فيكسد بحيث تشتغل انت العمود لما تشغله من تحت هنج يبقى كريتيكال، او ممكن اصلا كان يعني انت كده بتشيل العمود العزم فوق وتحت، حاول تخليه ينقل للقعدة تمام. فانت الركائز خليها فيكس، الدرج ارسمه، اللاين لود حاول تشوف انت شغال ببلوك كثافته كام، انت عندك في واحد وربع وفي كثافة واحد وستة وفي كثافة واحد وأربعة وفي واحد وتمانية، كل دي كثافات موجودة عندك، أنت شوف أنت هتختار أنهي بلوك وتشتغل بيه، واكتب كده إن البلوك كثافته لا تقل عن كذا وابدأ احسب. طيب في نقطة كان يعني الناس اللي لسه شغالة 30 و35 بيروح يضرب في عرض البلوك بالكامل. يا سيد الفاضل أنت أصلا ده كله مش بلوك، يعني أنت بتزود نفسك على يعني هي دي كلها مش 35 سم بلوك، أنت في جزء عازل تمام. شوف انت في مخطط المعماري بيبقى كاتب لك فيه كام، يعني 5 سم او 10 سم شريحه عازل، شوف انت الموجود كام وخصمه من عرض البلوك وبعد كده ابدا احسب وزن البلوك. لكن هي مش كتله مصمطه ل 35 سم او 30 سم تمام، بيبقى فيه جزء عازل. وغالبا هو ممكن لو شغال 35 سم بتلاقيه شغال 10 بلوك 5 عازل وبلوك 20، يبقى كده اجمالي 35، او يبقى شغال بلوك 15 10 عازل و10 بلوك، يبقى انت عندك ساعتها البلوك بقى كام؟ بقى 25 من 35. طبعا ال 10 سم الفرق دي تفرق معاك جدا في وزن اللاين لود مع المسطح تمام، ده يقلل معاك الاحمال برضو بانه انك توصل لاقتصاديه. طبعا الحديد دلوقتي سعره زايد، فانت في نقطه بقى مهمه جدا برضو بتحصل معانا كمان، ان اغلب الشغل اللي بيطلع يقول لك الحديد زياده، يعني كذا مهندس كده كلمني قال المكتب يقول لي الحديد زياده، كل ما يطلع مخطط يقول له الحديد زياده. هي بص مش عندك لوحدك، يعني انا في بتاع مثلا اكتر من 20 مهندس دخل كلمني في الموضوع ده، هو ويقول لي بص على المخطط وشوفه بتاع. هو للاسف لما الحديد زاد انت لو حطيت له سيخ في الكاميرا هو يقول لك الحديد زاد، فانت حاول قدر الامكان تراعي ربنا في الموضوع وتقلل قدر الامكان، بس ما تقلش عن المينيمم، وفي نفس الوقت تستوفي الاستريسز اللي على القطاع، ما تبداش ايه تزود بزياده يعني. بس طب الكلام ده يمشي ازاي؟ زي ما بقول لك، يعني بدل ما انت بتحسب مثلا اللاين لود لو انت عندك القطاع 35، لا يبقى انت البلوكه هتبقى 25 و10 عازل مثلا، تبدا تتكلم في حاجات زي كده تبدا تقلل معاك. طيب بالنسبه للبلاطات النهائيه، انت لو انت عندك اخر دور ده يعني اللايف خده 2 من 10، لان انت لو ما خدتش حمل المطر معاك في الاعتبار فانت خلي اللايف بدل 1 من 10 خليه 2 من 10 تمام. وعندك بتبقى بقى عندك طبقات عزل وبتاع، فانت ممكن تاخد الديد على اخر سقف ده من 30 ل 35 كيلو نيوتن، من يا ربي من كام؟ من 3 من 10 ل 35 من 100، يعني من 3 ل 3.5 كيلو نيوتن على المتر المسطح. البلاطات الهولو بلوك افضل ليها برنامج سيف ولا ايتاب، وهل في فرق في النتائج؟ طبعا في فرق. ليه بقى؟ لان احنا بنشتغل مثلا، ما هو بص لو انت من النوع اللي هو بيبقى محافظ، وانا من المدارس دي بصراحه ان انا بحب الـ التسليح او العزوم على الكاميرات تطلع منطقيه او قريبه جدا من المانوال، فانت في الحاله دي بتحتاج انك تهمل استيفنس البلاطه. استفنس البلاطه، طب استفنس البلاطه اللي هو البندنج بتاعها تمام. طب الكلام ده تقدر تهمله ازاي؟ في سيف الموضوع معقد شويه، لكن في الايتابس الموضوع سهل جدا. هو مديك خاصيه اسمها بلاطات الممبرين، بتبدا تتعامل بيها حسب العصب اللي عندك، هو بتخليها سبيشال وان واي سواء كان في اكس او في واي، فبتلاقي ساعتها ان الكاميرات شايله عزوم. واحنا كنا عاملين فيديوهات في ايتاب كابسول على اليوتيوب، فيديوهات متاحه ممكن تبقى تشوفها اي وقت، مقارنات بين النتائج. كنا بنعمل حوالي 9 موديل وبنبدا نقارن النتائج مع الحل اللي احنا حالينه بره زي ايام الكليه كده، فبتلاقي ان البلاطات الممبرين هي من افضل الطرق، بتلاقي البلاطات الممبرين هي من افضل الطرق ثواني كده بتلاقي ان البلاطات الممبرين بتبقى من الموضوع ده.
فانت تشتغلها ايتاب سواء انت عايز تاخد تصميم كمرات كريتيكال، لكن تشيك ديفليكشن وتصميم اعصاب اشتغلها سيف. يعني انت تدخل السيف خد منه تسليح الاعصاب، خد منه التشيك ديفليكشن، وخلي الايتاب تاخد منه تسليح الكمرات. ده تبقى افضل طريقه معاك تاخد بيها تسليح البورد. يعني بالنسبه للاعمده ال 20 سم ما بيسيبش باكلنج، هل مسموح ان نعمل ركب الاعمده ولا ليها حل؟ طيب بالنسبه للموضوع ده هقول لك، انت اول حاجه حاول لو انت عندك المخاطر ينفع تعمل فيه جسور ساقطه، حاول تشتغل بجسور ساقطه، ده هيقلل معاك ال انسبورتد بتاع العمل. النقطه الثانيه الناس لما معماري برضه ان الارتفاع ما يبقاش كبير ويجي بعد كده يجبرك على العرض ال 20. يعني احنا لما المعماري او المالك بيجبرنا ان العرض يوصل الارتفاع يوصل ل 4 متر، بتلاقي اغلب الاعمده فعلا 20 مش سايف معاها، وبتحتاج انك تعمل 25 سم على الاقل. تمام، فبتضطر تظهر معاك بقى تحطها ورا باب، بس بتحاول تخلي البروز ده في حته ميته، مناطق ميته ما تضايقوش في الفرش. تمام، ده لو انت اضطريت لها. طيب في بعض الحلول برضو ان انت بتدخل الافكتيف لينس اللي عندك، تتاكد ان الايتابس حاسبه صح، والدلتا نون سوي هو المفروض لما بتتجاوز 1:4 بيبقى ان سيف، بس احنا ممكن مجازا وفيلا ودورين وده سهل العمود مش متاخد وبتاع، فبنقول يا عم ماشيها 1:6، وده مالهاش ريفرنس في الكود، هو ريفرنس 1:4 عشان برضه نبقى صراحه مع بعض. بس لو طلع معايا 1:6 بصراحه انا عادي بقبله، ما بعتبرش ان العمود انصيف عادي بمشيها. لكن احنا لو مشيناها 1:4 مش هتلاقي اغلب الاعمده مسيفه للاسف. ف يعني ممكن تمشي بالطرق دي معاك وان شاء الله تلاقي الموضوع ليه حل. بالنسبه للديفليكشن، طول الديفليكشن يا هندسه هو بيبقى طول البحر الفعال معاك. يعني انا لو عندي بلاطه مثلا 5 في 6 وانا حاطط العصب في اتجاه السته، ساعتها هروح احسب الديفليكشن بالطول السته. طب لو انا حاطه في الخمسه هروح احسب بالطول الخمسه، فهي حسب البحر الفعال او البحر اللي جايب معاك اقسامه. تمام، فانت ده بالنسبه للموضوع حساب طول الديفليكشن تقسمه على ايه، تاخد الطول الطويل ولا الطول القصير. انت بتاخد اللي هو البحر الفعال اللي عندك، وبرده بيكون في نفس الوقت لو انت عندك حتى سوليد سلاب بتاخد الطول اللي فيه اقصى عزم، هو ده اللي تقدر تتعامل معاه. هو بيبقى طبعا زي كونتور كده وانت بتاخد الخط العمودي عليه. فاهم؟ لو انت ما فهمتش كلامي يعني. حد تاني بالنسبه للتهله وتسال اهيت، يلا انا معاكم مفيش مشكله، بس الناس لما تبطل تسال نقفل اللايف عشان بس ما نطولش اللايف على الناس. انا هسيب لكم اللايف ده برضه بس الناس اللي سالت دي تبقى او الناس لسه هتدخل تبقى شايفه الاجابات اللي كانت قبل كده يعني. بس انت قلت تطلع لايف واعلن قبلها، انا طلعت لايف وعملنا قبلها بس ايه، والاسئله اللي هتتسال هنجاوب عليها. اه ده سؤال حلو بقى، اللي هو الكومبينيشن الكتير اللي بتطلع من بعد تصذيب السيف، توضح طريقه اكثر طريقه. بص هي القصه دي بتحصل ليه؟ انت لما بنيجي نعمل الديفاين لود باترن في الايتابس بنختار حاله الويند، زي ما قلنا ان الويند تبقى عندك 12 دايركشن، بتلاقي في اكس اوف واي وموجب 5% وسالب 5% اكسنتريستي، فعندك الضلع الواحد فيه 3، واحد في السنتر، واحد موجب 5% وواحد سالب 5%، فاربع اضلاع للمنشا فيديوا لك 12 تحميل. تمام، وكذلك الزلازل بتبقى عندك ايرث كويك جواها اكس موجب واكس سالب، واي موجب واي سالب، فانت بتلاقي ان انت عندك 4 تحميل في الايتابس في الزلازل. الكلام ده جوه الايتابس بتحس ان الموضوع كومبينيشن صغيره لان هو بيبقى دامجها جواها. تمام، بس انت لو حابب تشوفها ممكن تطلع تعمل من الستور ريسبونس او من الجداول تبدا تظهر الاوتو سيزميك لود او الاوتو ويند لود، تبدا تشوف معاك الكلام ده ودي في اتجاه ايه ودي في اتجاه ايه. الكلام ده تقدر تجيبه من الايتابس والكلام ده اتعرضنا له في الورشه. طب لما بروح بقى البرنامج السيف، السيف ما فيش فيه خاصيه الدمج دي، هو بيعمل ايه؟ بتلاقي حاطط لك 12 ويند واربعه زلازل، وانت عامل كومباينيشن مثلا للرياح مثلا حاطط لك حوالي 4، وللزلازل حاطط لك 4، فتلاقي 4 في 12 وتلاقي الزلازل بقت 4 في 4، فبتلاقي ان الموضوع بدا يفتح معاك في كومباينيشن كتير جدا. طب الكلام ده بيبقى حله ايه؟ الكلام ده كله ان انت المفروض بتروح جاي عامل اول ما بتدخل لبرنامج السيف، بتروح انت على الايتاب شايف الويند انهي المسيطره، هل هي ويند واحد ولا ويند اثنين ولا ويند ثلاثه ولا ويند اربعه، بتشوف اقصى بيس شير جاي لك منهم، واخد بالك؟ غالبا ممكن تلاقي ويند واحد ويند اثنين ويند ثلاثه ويند واحد حاجات زي كده، هتشوف اقصى واحده فيهم في اكس وواي، وهم دول كده هم اللي هيبقوا الاثنين مسيطرين معاك واللي انت هتشتغل عليهم، وباقي ال 12 هتشيلهم من الديفاين لود باترن، فهتلاقي الموضوع بدا يقل معاك في موضوع الكومباينيشن. لكن الزلازل مش هتعمل فيها حاجه، الزلازل انت ما هتسيبها زي ما هي،
بس بدل ما كنت مثلا بتدخل زمان دبليو اكس ودبليو واي في الكود المصري او الكود الاوروبي، انت ما كانش عندك ال 12 حاله زي الكود الاسكي اس 710 ده. بس فدي تبقى طريقه تقدر تعتمد عليها يعني انك تقلل بيها موضوع. وانت ممكن خد بالك يعني انت برضو لو لقيت ان البيس شير بتاع السلازل مسيطر عن الرياح خلاص، ممكن انا اعتقد انك ممكن والله اعلم يعني انك تكنسل الرياح وتشتغل على الزلازل بس وتبدا ما تصدرش رياح. لو الرياح اللي مسيطره كنسل الزلازل واشتغل على الرياح واعمل الحركه دي. نشوف بس بقى الاسئله. كومباينيشن، ما انا قلت لك مش شرط يبقى القصير او مش شرط يبقى الطويل، حسب انت يا هندسه حاطط التوزيع بتاع الاحمال عندك في ايه. ده بالنسبه لطول الديفليكشن بتاع بينزل وبيطلع اطول طول كابولي هوردي ممكن تعمله بدون استرات وطاي، ممكن توصل معاك لحد 3 متر، بتبقى بقى ساعتها كابولي محمل على كابولي. لكن انا اعتقد لو بعد كده هتحتاج انك لو 3 متر ونص ممكن تعمل كابولي 2 متر مثلا وكابولي تاني يرمي عليه وتشيل المتر ونص كابولي تبقى ماشية، بس برضو ايه ريسك شوية. فما تحاول ما تعديش 3 متر، انت شغال برضو في شغل اهالي ودي منطقة الريسك بتاعها عالي قوي الكوابيل، فحاول ما تتخطاش حاجة زي كده. وال3 متر مش هتعرف تسحبهم كاملين شوك، هيبقى السمكة كبيرة والكلام ده. فانت ممكن زي ما بقول لك هتمشيها كابولي مثلا الكاميرا كابولي 2 متر وتشد عليها كاميرا مدفونه، يبقى باقي لك مثلا متر يتحمل كابولي، يبقى انت كابولي رامي على كابولي. السيستم ده عادي بيتقبل ومفيش فيه مشكله، بس انت بس ايه تاخد بالك وتصلحه صح. في النوتة مطلوب هل لازم افصل فيها ان اشتغلت زلازل؟ هو اصلا لازم يبقى في النوتة زلازل ورياح، والكلام ده اتكلمنا عنه في اللايف. هو بيسأل بيقول لك الرياح انت السرعات اللي بقول لك الرياح 114، بقى المملكه تبدأ تشوف الرقم اللي انت مدخله ده. ممكن تدخل على جوجل تحويل من المتر للثانيه ل 100 في الساعه، شوف الرقم اللي طالع في خريطه الرياح، شوف انت كاتيجوري. طبعا اغلب المنشات اللي عندنا كاتيجوري 2 للمباني السكنيه، بتروح لخريطه الكاتيجوري 2 وتروح تطلع سرعه الرياح تحولها ميل في الساعه لان هي تدخل الاتاب ميل في الساعه. بالنسبه للزلازل زي ما قلت لك بيبقى عندك اكثر من احتمال، هل انت كاتيجوري ايه؟ ودي مناطق كتير جدا في المملكه كاتيجوري ايه؟ في مناطق بتبقى كاتيجوري بي وسي زي تقريبا جازان بي او سي حاجه زي كده، بتلاقي الاس الريسبونس فاكتور اكسلريشن الشورت فيه طالع 40 تقريبا فاهمني. فبتلاقي لا انت محتاج بقى ساعتها تحسبها او بتدخلها للبرنامج وانت ساتك وتبدا هو يحسب لك. بتدخل له انت الريسبونس فاكتور اكسلريشن شورت ولونج اس 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 1، بتدخل له الدايركشن بتاع الزلازل، بتدخل له انت معامل السي تي لو انت شغال بفريمات بتدخل له 16 من 1000، وبتدخل قيمه الار لو انت شغال انترميديت بتدخل الار ب 4، والاونج تقريبا كانت ب 3.5، والسي دي تقريبا كانت طالعه 4.5 حاجه زي كده الارقام يعني. وبالسايد كلاسيفيكيشن نوع التربه بيجيبه من تقرير التربه اللي عندك، هو ايه ولا بي ولا سي، بتلاقيها غالبا سي برضه في المناطق دي. وهو بيبدا بقى يحسب لك الاف ايه والاف في والاس ام اس والاس ام 1، ويبدا هو بقى يحسب لك الموضوع الصريف المانوال اللي احنا كنا شارحينه بره قبل كده، ويوزع لك القوه بتاعتك على الدايفرام. وبرضه سؤال كان جالنا كتير، الناس اللي بتشتغل دوبلكسات لما يبقى عندك فيلا، معروف طبعا الدوبلكس بيبقى فيلا وفي ميرور منها ده اسمه دوبلكس. في ناس في مصر بتبقى فاهمه الدوبلكس زي مصر كده يقول لك الريسبشن وفوق ريسبشن تحت ومبيت فوق، ده هو هنا في مصر اسمه دوبلكس. بس الدوبلكس في السعوديه مشهور ان هي بتبقى فيلا وفي ميرور منها يعني فيلتين جنب بعض تمام. فانت دي واحنا كده كده لما بنيجي نشتغلها بنشتغل الفيلا اليمين منفصله عن الشمال، يعني حتى القواعد بتفصلها عن دي بحيث لو هو جه باع وهدم الفيلا اللي على اليمين ما يتاثرش معاه الفيلا اللي على الشمال تمام. فالكلام ده لما بتيجي تشتغلها حاول يا افصل الكتلتين عن بعض. انت ممكن تاخد، انا مع نفسي بشتغل موديل واحد بس ما بعملش الفيلتين مع بعض في نفس الموديل، بشتغل موديل فيلا واحده بس، لان انت لو اشتغلت الاثنين مع بعض كتله واحده وديفرام واحده هتلاقي الموضوع ان الرخم شويه ممكن في نفسك كمان ما تسيبش. وهي اصلا هي يعني وبيبقى في محاول برضه يبقى في ما بينهم فاصل شويه علشان الفاصل الزلزالي يعني. بس احنا برضه بقول لك يعني كان في دورين وملحه ومناطق صفر زلزالي، فما تلحقش توصل لكل الحاجات دي يعني.
السبب ان انا ما باخدش الديفليكشن من جوه الشقه، مباشر الديفليكشن ناتج من اللايف لود. مش فاهم يعني انت عايز تاخد الديفليكشن من اللايف لود بس يعني ولا ايه؟ هو عموما اللايف لود بيبقى حمل متحرك، فهو مش ثابت في المنشأ، واخد بالك؟ فهم دايما بيفترضوا في المباني السكنيه ان انت بتشتغل على ربع اللايف لود. اه اللي احمل على السلاب ونجريد زي الجراج، هل بنصمم القواعد عليها ولا بنفترض انها بتتنقل للتربه وخلاص؟ والله لا، انت الكريتيكال انك تدخل في السلاب، تدخل وزن الجراج وتنقل الحمل ده للمياه والقواعد، تبدا تاخده معاك في الاعتبار. لما بنصمم الاعمده على الايتام بتطلع دلتا ام اس 10 و15، وساعات بتطلع بصفر، وساعات بنلاقي العمود مسيف كباست ريشيو ولون العمود مش احمر بس مكتوب عليه او اس. ما هو بص، ما بي الاو اس دي اللي هي نرجع عن تلتا ناين سوين تجاوزت الواحد واربعه، ما بتخليش العمود لون احمر. يعني في الايتاب الجديد بتلاقي لا ايتاب 20، انا مش عارف ما شغلتش على 18 ديزاين تمام، ما فتحش مع ال 20، بتلاقي مكتوب او اس بس بتلاقي ان تلتا ناين سوين يقول لك اكسيس كده واحد واربعه تمام. لكن 10 و15 دي تتاكد من ال ان سبورتد، يا هندسه في الافكتيف رينس اللي موجود في السمري كده، تاكد من الرقم ده، شوفه هو حاسبه بكام. ممكن يبقى انت عندك العمود كده 10 و15 ده، لا ارقام كبيره جدا. كورس جديد في مشاريع جديده يعني احنا الورشه الاولى فيها حوالي 15 مشروع، والمكتبه 42 مشروع، والكورس رقم 2 فيه مشروع، والكورس رقم 3 فيه مشروعين اتنين. حلوين حلوين، انت فاهم. انا كنت ناوي اعمل المدرسه بصراحه، يعني في ناس كتير كانت طلبتها، بس بصراحه يعني موضوع قصه وقت بس والله. بس انا كنت ناوي اعمل ورشه في المدرسه اللي احنا كنا نزلناها، اللي هي كانت 6000 متر الدور دي واربع ادوار وملحق، وكان فيها قاعه محاضرات بارتفاع 3 ادوار، كان فيها شويه شغل حلوين يعني. كان فيها كميه حديد برضو مش معقوله، بس الوقت بس والله. اتكلم لنا شوية عن الطول الحر للعمود ومشاكل الكتاب مع الأعمدة في حساب الطول الحر. بص نتكلم شوية. طيب بص، هي القصة كلها إن أنت الكتاب المفروض إن أنت لما بتيجي تدخل مثلا العمود اللي عندك ارتفاع الدور ارتفاع الدور مثلا وليكن 3 متر 40 تمام، وأنت شغال بلاطة سماكة 30، يبقى أنا ساعتها لو أنا شغال منشأ كله كمرات مدفونه وبلاطات بردي، يبقى انا عندي كده الارتفاع هيبقى صافي كام؟ 3 متر 10. طيب 3 متر 10 دي لما انا اجي اشوف العمود اللي في الدور الارضي من الديزاين كونكريش ديزاين كونكريت سامري، بتلاقي ان اللي ان سبورتد احيانا ممكن يعني ممكن تلاقيها ب 43 نسبه 3 ايه 1 من 10. في الحاله دي بتروح تفتح انت الاوفر رايد وبتدخل الامب ريزلينس ريشيو اللي عندك في الميجر وفي المينور حسب بقى. هو طبعا هي لو القمر هوردي فبتلاقي ميجور زي المينور، افترض ما فيش كسر صافي تمام، فبتروح ساعتها تدخل النسبه. النسبه دي بتبقى ايه؟ النسبه دي بتبقى 3 و1 من 10 اللي هو ال unsupported مقسوم على ارتفاع الدور، بتبقى رقم اقل من الواحد الصحيح، بتدخلها له تيجي تعمل تاني تشوف العمود، بتلاقي ان هو خد الافكتيف لينس 3 و1 من 10 وبدا يحسب على اساسه تمام. دي نقطة. النقطة التانية، لو أنت بقى عندك قمر ساقط، قمر ماسكة في الطول الضعيف وقمر ماسكة في الطول القصير والكلام ده، دي إحنا كنا اتكلمنا عنها باستفاضة في الورشة الأولى، لأن دي صعب بصراحة، عايز سكتشات وبتاع دي فاهم. اتكلمنا عنها باستفاضة، ممكن ترجع لها في الورشة الأولى في محاضرة الأعمدة الطويلة. وقلنا برضو إمتى تبقى سوي وإمتى تبقى نون سوي، وإزاي تحسب الكي أبر والكي لور لو أنت عندك كده أو كده تمام. كل الكلام، لان طبعا هي مختلفه شويه عن الكود المصري. الكود المصري بيقول لك لو انت الركيزه فوق مثلا فيكسد وتحت هنج، فوق هنج وتحت هنج، حاجات زي كده بتبدا بناء على ايه تختار الفاكتور كي. لكن الكود الامريكي بتبدا تحسب ستيفنس للجوينت اللي فوق وستيفنس للجوينت اللي تحت، اللي هو سميشن اعمده بس معنى سميشن الكاميرات عفوا، بتبقى مقسومه، واللي تحت نفس الكلام سميشن الانيشال الموجود اللي هو جزء نص العمود من فوق ونص العمود من تحت مقسوم على الكمرات المحيطه بيه وهكذا. الكلام ده ممكن تبدا تشوفه في الورشه الاولى مشروع.
لان الكلام ده يعني عايز سكتشات وموضوعها كبير، بس هو مجاز يعني باختصار ده اللي انا قلته لك في موضوعي إيه. لو انا هشتغل قواعد عادية معايا في التصميم، هل ساعتها هي اللي هتتصدر للسيف بسمكتها؟ وهل الطريقة دي مقبولة ان اعتمدها في النوت؟ مش فاهم السؤال. هشتغل قواعد عادية معايا في التصميم، هل ساعتها هي اللي هتتصدر للسيف بسمكتها؟ ايوه، ما انت بتروح تفرض الابعاد اللي عندك دي عن طريق ان انت عندك السويل الجهاد التربة وعندك الحمل، تمام، وتروح تتوقع الحاجات دي على برنامج الكاد وتروح. بس خد بالك، لو انت في اعمده حركتها تروح برضو على موديل الدي اكس اف اللي انت عامله وتشوف الاعمده مكانها فين وتحطها على لوحه الاوعاد، بحيث لو القاعده هتتحرك شويه بحيث ان لما تيجي تصدر للايتاب للسيف يبقى الحمل واقع في سنتر القاعده. يعني احيانا احنا زي ما بقول لك بنحرك اعمده مثلا في المود، ما تروحش انت تعمل القواعد وعلى موديل الكاد بتاعك اللي هو التسليح وما تعملهاش، لا اعملها على المود بتاع الدي اكس اف بحيث يبقى السنتر بتاع الحمل جاي في سنتر القاعده، عشان بس النقطة دي ما تقعدش تقرفك جوه بقى، عشان انت هتحرك القاعدة لسنتر الحمل جوه هتاخد معاك وقت وهترخم عليك جامد. فانت من الأول خد بالك من النقطة دي ودخلها أبسط سمكتها عادي واعمل الديزاين بتاعك. لو النسبة بواحد اخدها أمان أكتر، بس ما أعتقدش إن العمود ممكن ساعتها يسيف معاك. هو الأسوار إحنا بنشتغلها قواعد شريطية، أنت لو عايز تشتغل قواعد منفصلة شدادات برضو مفيش مشكلة، وتعمل قاعدة كومبايند مفيش مشكلة. هو الفصل أصلا الموجود هو فصل تمدد، ما هوش فصل إنشاء، ده فصل تمدد، فما بقاش أصلا فيه فصل في الأبعاد. ده بالنسبة للسوق. طالع عليه العمود أوفر ستريسد ولونه مشحم، محشي. ما إحنا قلنا هو بص يعني اوفر ستريس نتيجه الدلتا ناقص ويت عدت الواحد واربعه، انت بتحتاج ساعتها بس انك تشيك على الافكتيف لينس، ولو هي قيمتها من واحد اربعه لواحد سته ماشي الدنيا. انت عندك الاعمده بتتحسب اللي هي انسبورتد، انت لما تيجي تدخل الاول المناسيب في الايتاب بتدخل الارتفاع مع سمك البلاطه. يعني انت لو عندك الارتفاعات في القطاع بتاعت المعماري جايب لك الارتفاع مثلا 3 متر صافي وانت شغال مثلا بلاطه 35، يبقى عندك الارتفاع بتاع الاسطوري 3 35، ده الدور الارضي. والدور الاول والدور العلوي بتبدا تشوف برضو القطاعات اللي عندك، هو شوف مديك الارتفاع من وش البلاطه، يعني من وش البلاطه بتاعت السلاب الجليد لحد وش السقف، ولا هو مديها لك صافي، تمام؟ فانت تبدا تشوف الكلام ده. دي نقطه، ده الارتفاعات اللي بتدخل للبرنامج. انت بقى بتصمم على ال ان سبورت اللي هو الطول الحر، سواء بقى كان في قمر سائط او قمر مدفوع. اتابع 20 بيعمل ريجيد زون على عمود زي السيف؟ لا، بحلو شغال في ريجيد زون كويس، بس برضه في نقطه الريجيد زون ان الناس لما تيجي تعمل ريليز مثلا مش عايز عزم سالب يظهر، بتقول لك ما زال يبقى في عزم سالب. القصه دي كلها موجوده لان انت في ريجيد زون، انت لو ما عندكش ريجيد زون وعملت الريليز هتبدا تلغي العزم النيجاتيف، بس لو في ريجيد زون مش هتبقى زي برنامج السيف كده، هيبقى صعب انك تحصل على العزوم النيجاتيف في سيف، يعني هتقابلك المشكله فيها يعني، تمام؟ تبقى واخد بالك منها بس. ازاي ادخل الابعاد المسلحه العاديه مع المسلحه على السيف؟ هو بص في السعودية أغلب الأواعد العادية بتكون 10 سم، فاهمني؟ فصعب إنك تشغلها مع المسلحة. لكن أنت لو سؤالك إن العادية مثلا 30 أو 40 سم سماكة وأنت حابب تاخد تأثيرها في السويل بريشر وبتاع، فأنا أعتقد إنك ممكن تشتغل ساعتها بالقاعدة العادية كأريا يعني على السيت. أنا ما جربتهاش بصراحة.
انا زي ما قلت لك اغلب الشغل عندنا بيبقى اصلا القعده العاديه مقاعد فرشه بنطلون 10 سم. هو يعني ما فيش في السعوديه هتلاقي القواعد اكبر من كده يعني. ممكن في مصر هو بيعملوا قواعد عاديه زياده عن 10 سم. الفصل الزلزالي بيتعمل له موديل سيرفيس ولا بيستخدم الموديل العادي اللي مصمم عليه الاعمده والحوائط، بيستخدم كيس معينه ولا كومباينيشن؟ لا انت بتستخدم الارث كوك اكس وارث كوك واي اللي هي اللود كيس او اللود باترن اللي عندك، تمام؟ تقدر تتعامل فيها مفيش مشكله. الفصل الزلزالي بيبقى جذر المسافه بتاعت الديسبيسمنت اكس تربيع من الناحيتين، يعني انت بتاخد النقطه اللي هتزحلق قد ايه اكس والنقطه دي تزحلق قد ايه اكس، وتاخد الجذر التربيعي اليوم دي كده الفاصل في اتجاه اكس، وكذلك بقى لو انت عندك او، تمام. هي الريجل زوم بتقلل شويه في الديفليكشن، يعني هتساعدك لو انت الديفليكشن عندك متسيف، من الحاجات اللي تساعدك في تقليل الديفليكشن الريجل زوم. برضو قطاعات القمر بقطاعاتها الفعليه على الكات بتساعدك، قطاعات الاعمده، التسليح بتدخل التسليح اللي عندك. طب انت لو بتشيك على كاميرا مثلا، انت كان في موديل بنشيك عليه البلاطه كانت مسيفه بس الكاميرا ما كانتش مسيفه، لان احنا ساعتها كنا مدخلين نسبه تسليح البلاطه مش الكاميرا، لكن لما بتدخل نسبه تسليح الكاميرا بتلاقي ان الموضوع بدأ تسيف معاك، وساعتها بتبص على الكاميرا بس ما بتبصش على باقي المنشأ، تبقى انت داخل عشان الكاميرا دي بس. طيب موضوع تدخل نسبه التسليح دي ازاي بالمره برضو نقولها. انت من الران كراكنج اناليسيس في السيف هتلاقي فيه نسبه كده لا تنشن وكمبريشن، كل القصه ان انت بتاخد مساحه التسليح على مساحه القطاع الفعال اللي عندك. فانا لو عندي مثلا كاميرا وليكن قطاع مثلا متر في 30 وتسليحها تحت 10 14 وفوق 8 14، فانا عايز احسب لها النسبه، فبيبقى النسبه بتبقى كالتالي، بتبقى مساحه التسليح اللي في التنشن ومساحه التسليح في الكمبريشن. فانا باخد اللي في التنشن بتبقى 8، قصدي 10 اللي هو في التنشن 10 14، يبقى 10 في 153 مللي، دي كده مساحه التسليح. بتروح تقسمها على مساحه القطاع الخرساني اللي هو ال 1000 مللي اللي هو العرض في السماكه اللي هو 30، من تاخد مثلا منه 3 او 4 سم كفر في 260 مللي، ده كده المفروض المساحه في التنشن. ونفس الكلام تعملها على الكومبريشن، دي كده المفروض تبقى المساحه اللي انت تدخلها لبرنامج السي. انت بتعمل استف عشان تضمن بس ان الحمل اللي هينزل عندك ده يبقى متوزع في الاريا اللي هي محيط القاعده، ما تبقاش بوينت، تبقى اريا، فاهمني؟ لان الحمل في الطبيعه مش جاي في نقطه، هو جاي في مساحه بس. فاحنا بنعمل موضوع الاستف ده عشان نفهم البرنامج الحته دي. طيب احنا بقالنا كده تقريبا ساعه اهوت او ساعه الا 10، خلينا بقى نقفل اللايف على كده بحيث ايه ما يبقاش طويل، والناس لو حابه تشوفه بعد كده تقدر تشوفه. انبسطت جدا ان كنت معاكم، ما شفتكمش من زمان، وان شاء الله برضه لنا لقاء قريب تاني. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.